السلام عليكم. كما كتعرفوا فيروس كورونا اثر على بزاف ديال المجالات والمواد والاجهزه. كاينين بعض المواد والاجهزه اللي تزاد الثمن ديالهم بسبب الفيروس، وكاينين اللي نقص الثمن ديالهم بسبب هذا الفيروس. اليوم عندنا حلقه جديده ديال اثمنه التليفونات في المغرب ديال هذا الشهر. هذا الفيديو كنت باغي نصوره صراحه في انزكان، في السوق ديال انزكان، بحال الفيديو اللي سبق. مي راكم عارفين الظروف حاليا، انزكان مسدود، محلات كلشي مسدوده تقريبا. المهم واخا انزكان مسدود، التليفونات راه كيتباعوا، وانا جمعت لكم الاثمنه ديال التليفونات حاليا اللي غادي نشوفوها في هذا الفيديو، ونشوفوا واش اثر عليها الفيروس والحجر الصحي ولا لا. من طبيعه الحال دعمونا بلايك، واللي ما مشترك يشرفنا ويفعل الجرس، وان شاء الله ديما توصلوا بالجديد. ويلا نشوفوا الاثمنه. ونبدا معكم تليفونات هواوي، وبالضبط هواوي نوفا 5T، 8 جيجا رام، 128 ميموار، باتري 3750 ملي امبير، كاميرا الرئيسيه الخلفيه 48 ميجا بكسل، ومعالج كرين 980، وثمن ديالو حاليا داير 3700 درهم. هواوي نوفا 7i، 8 جيجا في الرام، 128 ميموار، إكران 6.4 انش فول اتش دي بلس، باتري 4200 ملي امبير، شحن سريع 40 واط، معالج كرين 810، ثمن ديالو 2750 درهم. هواوي الواي 9 اس، 6 جيجا في الرام، 128 جيجا في الميموار، باتري 4000 ملي امبير، بروسيسور كرين 710 اف، ثمن ديالو 2750 درهم. هواوي بي 30 لايت، 6 جيجا رام، 128 جيجا في الميموار، باتري 3340 ملي امبير، اكرام فول اتش دي بلس 6.15 بوس، معالج كرين 710، ثمن ديالو 2350 درهم. هواوي الواي 7 بي بمعالج كرين 710 اف، و 4 جيجا في الرام، 64 في الميموار، وباتري 4000 ملي امبير، ثمن ديالو 1700 درهم. الواي 9 برايم 2019، 4 جيجا في الرام، 64 جيجا في الميموار، باتري 4000 ملي امبير، وبروسيسور كرين 710 اف، ثمن ديالو 1800 درهم. هواوي الواي 7 برايم 2019، 3 جيجا رام، 64 جيجا ميموار، باتري 4000 ملي امبير، سناب دراجون 450، ثمن ديالو 1560 درهم. هواوي الواي 6 اس، 3 جيجا في الرام، 64 جيجا ميموار، باتري 3020 ملي امبير، ميديا تيك بي 35 المعالج، كاميرا 13 ميجا بكسل، ثمن ديالو 1340 درهم. واخر هاتف من هواوي الواي 6 برايم 2019، 2 جيجا رام، 32 جيجا ميموار، باتري 3020 ملي امبير، معالج ميديا تيك اي 22، ثمن ديالو 1150 درهم. ومن تليفونات هواوي ندوزو لهواتف شاومي، ونبداو بشاومي ام اي 9، معالج سناب دراجون 855، 6 رام و 64 ميموار، وباتري 3300 ملي امبير، ثمن ديالو 3590 درهم. شاومي ام اي 90، بروسيسور كوالكوم سناب دراجون 730، 6 جيجا رام، 128 ميموار، شاشة سوبر اموليد فول اتش دي بلس، وباتري 4000 ملي امبير، ثمن ديالو 3390 درهم. شاومي ام اي 9 اس اي، سناب دراجون 712، اكرام اموليد 5.97 انش، كاميرا الاساسية 48 ميجا بكسل، باتري 3070 ملي امبير، 128 في الميموار، 6 جيجا في الرام، ثمن ديالو 3090 درهم. شاومي ام اي 9 لايت، بروسيسور سناب دراجون 710، رام 6 جيجا، ميموار 128، وباتري 4030 ملي امبير، ثمن ديالو 2990 درهم. شاومي ام اي 8 لايت، سناب دراجون 660، 6 رام، 128 ميموار، ثمن ديالو 2390 درهم. شاومي ام اي 3، شاشه من سامسونج اموليد، ومعالج من كوالكوم سناب دراجون 665، باتري 4030 ملي امبير، و 4 جيجا رام، 128 ميموار، وثمن ديالو 2149 درهم. وندوزو لعائلة ريدمي، ونبداو بشاومي ريدمي نوت 9 اس، بمعالج سناب دراجون 720 جي، 6 جيجا رام، 128 ميموار،
إكران فول إتش دي بلس بطارية 5020 ميلي أمبير وثمن ديالو 2849 درهم. ريدمي نوت 8 برو بمعالج ميديا تيك هيليو جي 90 تي و 6 جيجا رام 128 جيجا في الميموار باتري 4500 ميلي أمبير ثمن ديالو 2690 درهم. شاومي ريدمي نوت 8 تي بمعالج سناب دراجون 665 4 جيجا في الرام و 64 جيجا في الميموار وإكران فول اتش دي بلس كاميرا الأساسية 48 ميجا بيكسل وباتري 4000 ميلي أمبير وثمن ديالو 1949 درهم. شاومي ريدمي نوت 8 معالج كوالكوم سناب دراجون 665 4 جيجا رام 64 جيجا في الميموار بشاشة 6.3 انش فول اتش دي بلس كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل وكاميرا سيلفي 13 ميجا بيكسل الباتري 4000 ميلي أمبير وثمن ديالو 1850 درهم. شاومي ريدمي 8 4 جيجا رام 64 ميموار ثمن ديالو 1590 درهم وشاومي ريدمي 7 3 رام 64 ميموار ب 1390 درهم. وندوزو الأثمنة ديال هواتف سامسونج ونبداو بسامسونج اي 80 8 رام 128 ميموار بمعالج سناب دراجون 730 ثمن ديالو حاليا 4400 درهم. وسامسونج اي 71 الرام 8 والميموار 128 ومعالج سناب دراجون 730 جي ثمن ديالو 4200 درهم. الاي 70 هو النسخه القديمه ديال الاي 71 ب 6 رام و 128 ميموار معالج كوالكوم سناب دراجون 675 ثمن ديالو 3150 درهم. سامسونج اي 51 بمعالج سامسونج اكسينوس 9611 6 جيجا رام 128 ميموار وبطاريه 4000 ملي امبير ثمن ديالو 2950 درهم. الجالاكسي ام 30 اس 4 رام 64 ميموار 2000 درهم. والاي 30 اس 4 رام 64 ميموار 1950 درهم. الاي 20 اس 3 رام 32 ميموار 1700 درهم. والام 20 3 رام 32 ميموار 1500 درهم. وسامسونج ام 11 3 رام 32 ميموار 1400 درهم. واخر هاتف معنا الام 10 3 رام 32 ميموار 1250 درهم. وصلنا لنهاية الفيديو أصدقائي، شكرا على المشاهدة وكان اعتذر إلا طولت عليكم، حاولت ما أمكنت أنني نختصر. مهم هادشي اللي عطى الله، نتمنى نفيدكم وإلا عندكم شي سؤال خلوه في التعليقات. السلام عليكم.